حبايبي جريد 5 عندي درس مهم اسمه الرينج. يا مستر ما احنا بتعلمينه بقالنا كام سنة. لا حبيبي المرة دي الرينج فراكشن. يا مستر برضو واخدينه. يا ابن تهد واسكت. كنت بتاخد 2 نمبرز 2 فراكشنز. المرة دي انا مديك مور فراكشنز. مش كده وبس. ده الفراكشن الفيرست دوت الدينومينيتور بتاعه 6 12 12 3 4. يا مستر عشان اعمل ارينج الفراكشن لازم ايه؟ لازم ايه؟ علي صوتك ريز يور فويس. اكسلنت يا عمرايا. الدينومينيتور يبقى ايه؟ لكن دول مش ايكوال، دول متخاصمين، عايزين نصالحهم، عايزين كلهم يبقوا ايكوال. عندي كذا طريقه. عندي طريقه ناخد مين؟ اللي هو مين؟ وتعالى يا 12 اصالحك على مين؟ يا 12 تنفعي تبقي ديفايد 6؟ استنى اروح تيبل 6. يا 6 ممكن اعملك تايمز اني نمبر تديني 12؟ الله يبقى 12 هتصالح ال 6؟ ايوه. يا 12 هتصالح ال 12؟ اه يا مستر دول اخوات. يا 12 تعملي ديفايد 3؟ اه لان عندي ال 3 لو عملت لها تايم 4 يبقى ال 12 تتصالح مع ال 3؟ طب ال 12 تتصالح مع ال 4؟ عشان ال 4 تايم 3 ايكوال 12. يبقى ال 12 طلعت تنفع تصالح الكل. هتبدا بقى حضرتك تعمل ايه؟ انا المره دي هديكوا كذا طريقه. تبتدي تاخد الفيرست فراكشن وتحط ال 12 اللي هو هتصالحها ايكوال هنا. ونرجع للي اتعلمناه زمان. ال 6 بيكمز كام؟ 12. اعمل لك ايه؟ تايمز 2. وطالما هنعمل تايمز 2 داون لازم اب. الله يبقى هطلع لمين؟ واعمل لها تايم 5 تايم 2. الله يا مستر. واسيبها. هل ال 12 هلعب معاها؟ لا ما احنا شغالين بال 12. طب وال 12 الثانيه؟ لا نروح ناخد مين؟ 2 اوفر 3. واقول لها يا 3 انا عايزك تبقي كام؟ 12. وال3 عشان تبقى 12 اعمل ايه؟ تايمز 4. اهدوا عليا. يبقى هنا تايم 4. وزي ما عملنا تايم 4 داون تايمز 4 اب داون. نهدى بقى عشان صوتنا هنا ايكوال كام؟ 8. صالحناهم؟ مين لسه ما صالحناهاش؟ يلا يا مستر هناخد برضو ال 3 اوفر ونقول لها يا 4 انا عايزك كام؟ 12. 4 بيكمز 12 لازم اعمل لها تايمز 3. تايمز 3. نهدى مش عايز صوت مع بعضينا، عايز واحد بس اللي يتكلم عشان الناس تسمعنا. 4 يبقى هعمل لها تايم 3. عملنا تايم 3 تايم 3 ابو ده بس ما تتكلمش تاني بليز. ايكوال 9. بص بقى فبقي عندي ال 6 دي اللي هو ده بقى كام؟ بقى 10 اوفر 12. وده ما لعبناش معاه نسيبه. وده ما لعبناش معاه نسيبه. والراجل ده لعبنا معاه اهو اداني 8 اوفر. والراجل ده لعبنا معاه اداني كام؟ 9 اوفر 12. يبقى انا ماليش دعوه بقى بدول وبقى اللعب هنا. ايه اللي انا شايفه؟ الله عليك كده تصالحه. كده اقدر اعمل ارينج. اجي اخر حاجه اساله انت عايز الارينج ايه؟ عايز الارينج اسندنج يبقى ستارت من السمول، ولا عايزه جريتست ديسندنج يبقى لازم ابدا بالبيجر. هو هيقول لك في السؤال حضرتك بقى هتيجي في الاخر تقول له ذا اوردر. اوردر يعني الترتيب. انت اللي هتقول له ايه؟ the order the order. يلا بقى نشوف. لو انا عايز ascending، لو انا عاوز ascending حضرتك تروح تدور على مين؟ يا مستر فين ال smallest fraction؟ لا fraction يبقى 5 over 12. انا باخد fraction يبقى 5 over 12. next 5 اوفر 12. اكسلنت يا مرايا. ال 8. طب ال 8 دي كانت بتاعت مين؟ 2 اوفر 3. يبقى انا اخد الاوريجينال بتاعي الفراكشن الاصلي. يبقى احنا خدنا الراجل ده. طب مين بعد ال 8؟ 9 اوفر 12. طب وال 9 اوفر 12 كانت بتاع مين؟ 3 اوفر 4. باي باي.
مين نيكست؟ طب والتن دي بتاعت مين؟ 5/6. يبقى انا هكتب 5/6. اللاست فراكشن اقول اند. مين اللاست فراكشن؟ 11/12. شكرا يا مستر. وتعود لما تيجي حبيبي تحل الاول اتكلم، قول هتعمل ايه قبل ما تشتغل بالقلم. كل ما هتقول الطريقه بتاع الحل الدنيا بتاعتك تبقى جميله. طب يا مستر في طرق تانية؟ تعالوا بس هنسيب لكم البورد عشان تشوف الإجابة، ولما تيجي تتفرج على الفيديو تمسك دي الأول تسمعها وبعدين انت تحلها. امسك دي اسمعها وبعدين احلها، ما تتفرجش على الفيديو كله، اتعلم المستر خد كل فراكشن لوحده. تعالوا نشوف another example. انا هقوله حبايبي grade 5 بيقول لي arrange. خد بالك انت لازم تفهم مش تحفظ. هنا فراكشن فراكشن فراكشن، وهنا ديسيميل ديسيميل. انت حر. انا ايه؟ اقدر اخليهم all the number fraction or all the number decimal. انت حر. انا بحب الديسيميل اخليهم كلهم ديسيميل، بس اسال نفسي هل هعرف اخليهم ديسيميل؟ استنى يا عم، يعني هنا هاف ينفع اخليه ديسيميل حبيبي؟ ايه ناقصه؟ ابدا. هنا كوارتر ينفع اخليك ديسيميل؟ هنا 2/5 ينفع اخليك ديسيميل؟ هنعمل تايمز 2 ابو ده. اكسلنت. يبقى انا دلوقتي اهو اكدت لنفسي قبل ما استخدم البن، انا هعرف ولا ما اعرفش؟ طب يا مستر لا انا عايز اخليهم فراكشن. هنبتدي بقى نتعامل. انت فراكشن خلاص اركنك 0.8 ينفع يبقى فراكشن؟ ازاي؟ نعمله 8/10. اكسلنت. 0.3 ينفع اخليه فراكشن؟ 3/10. الله الله. يبقى انا دلوقتي عندي 2 ways عشان احل المساله. انا حر اخليهم ديسيمال ولا اخليهم فراكشن. تعالوا المره دي نغير ونخليهم ديسيمال ونشوف هنعمل ايه. يا مستر ادي الهاف، انت عاوزه يبقى ديسيمال، فانت علمتني زمان تايم 5 ابو داون عشان التو بتحب الفايف، عشان الديسيمال لازم الدينوميتور يبقى 10 اور 100 اور 1000. اسمع حبيبي، يبقى 5/10 ده 1 ده سوري 10، يبقى انا عايز 1 ديسيمال يبقى 0.5. تعال نكمل، هنروح للكوارتر. وانت علمتني الفور بتحب مين؟ تايمز 25 ابو داون. الله، ولازم يا حبيبي تقول قبل ما تمسك القلم وتحل. فبقى 25/100. هنا 100 يبقى 2 decimals، فيبقى 0.25. تعال نروح على last one 2/5. يا 5 الله، انت بتحبي مين؟ التو، فيبقى 0.5. ممكن ما نتسرعش يا 5، انت بتحبي مين؟ يبقى هعمل تايم 2 ابو داو. نسمع، فتبقى هنا 4/10 10 1 ديسيميل يبقى 0.4. نسمع بلاش نتسرع كده، خلينا اول نمبرز بقى ديسيميلز. اسمع بقى، هاجي اكتبهم تاني مع بعض بس بالديسيميل. الهاف بقيت ايه؟ بقت 0.5. اسمع حبيبي ما تتكلمش وبس، وده ديسيميل هسيبه، والراجل ده بقى 0.25 بس، 0.3 2/5 بقت 0.4. خد بالك بقى قبل ما اعمل الرينج لازم يبقوا سيم نمبر اوف ديسيميل. مش فاهم كلامك يا مستر، يعني الراجل ده 1 decimal بس الراجل الجميل ده 2 decimal، يبقى لازم كلهم 1 decimal 2 decimal. 2 decimal ما نتكلمش بدون اذن. اجين دول كلهم decimal، لازم يبقوا سيم نمبر اوف decimal. يعني لو عندي 1 و2 لازم كلهم يبقوا 2 و3 يبقى لازم كلهم يبقوا 3. طب ازاي؟
بالراحة نتكلم. قول حبيبي. About zero. الله هنا five. طب الزيرو في الرايت ولا في الليفت؟ رايت. يبقى أنا هاجل ده وأعمل إيه؟ زيرو. يبقى آدي هنا كده from the right zero. From the right zero. From the right zero. From the right zero. فإيه اللي بقى عندي؟ تعالى بقى نشوف. يبقى زي في الفراكشن ما بنخلي old numerators equal، في الديسمل لازم يبقوا same number of decimal. نبدأ بقى هنقول له بص بقى يا مستر أنا عاوز the order، يعني أنا هبتدي أرتب. فبعد كده أبتدي أقول له أنا عاوز مثلا ascending. يعني ascending؟ طب ascending smallest، descending greatest أو البيجر. أنا هعتبر المرة دي هشتغل descend عشان يبقى عملنا ascend و descend. ركز بقى، يا ترى مين هنا الجريتست؟ بص حبيبي هفكرك أهو. بص هنا 0.5 0.8 0.2. إيه ده يا مستر؟ أنت بتاخد 1 ديجيت؟ أيوه. ببتدي بال 10th وأعمل كومبير 10th 5 8 2 3 4. مين بقى الجريتست؟ اهو يا مستر امسك فيه ال 8. طب انت كنت بتاع مين؟ اهو يبقى الفيرست بقى 0.8. باي باي. مين يا مستر بعد كده؟ 0.5. طب انت كنت بتاع مين؟ قال لي انا بتاع الهاف. بص بقى يعني انا ما اكتبش ده، اطلع اشوف هو جه كان بتاع مين. ايوه هاف. طب افرض يا مستر نسيت وكتبتها 0.5، ولا يهمك، مع التدريب مش هتنسى. يلا يبقى انا كمان باي باي خدت دي. يلا نكمل. مين يا مستر بعد كده؟ 0.4. استنى اللي هي هنا اللي هي بتاعت مين؟ 2 over 5. اسمع ما تتكلمش، روح انت اشرح يا مستر. يبقى انا افرض نسيت وكتبت دي، ولا يهمك، بقول تاني مع التدريب هتلاقي نفسك بتعرف تكتب ازاي. تعال نكمل. يبقى احنا كمان خدنا ال 2 fifths. ها يبقى احنا كنا 40. بعد كده 30. ال 30 دي بتاعت مين؟ 0.3. the last one فبقول and. مين يا مستر اللي اتبقى لي؟ كوارتر اللي هو 0.25. The last one هو يا مستر اللي كان مين؟ كوارتر. كتبت كوارتر، اكسلنت. نسيت وكتبت 0.5، انت حر. كل اللي انا عايز اوصله لك، اوعى تفكر ان الحاجة صعبة. بعد اذنك انت حاول اسمع دي وعيد حلها، اسمع دي اتفرج عليها وعيد حلها انا، ودي ودي كده. انا علمتك مرة اعمل الرنج وكله فراكشن، ومرة كله ديسامل. بس الاول اشوف انا هقدر اخليهم ديسامل ولا اقدر اخليهم فراكشن. all the best. باي. انا هقوله حبايبي جريد 5 بيقول لي الرنج. خد بالك انت لازم تفهم مش تحفظ. هنا فراكشن فراكشن فراكشن، وهنا ديسامل ديسامل. انت حر. انا ايه؟ حر. اقدر اخليهم all the number fraction or all the number decimal. انت حر. انا بحب الديسامل اخليهم كلهم ديسامل، بس اسأل نفسي هل هعرف اخليهم ديسامل؟ استنى يا عم، يعني هنا هاف ينفع اخليه ديسامل حبيبي؟ ايه ناقصة؟ هنا كوارتر ينفع اخليك ديسامل؟ تايمز 25 ابو داون. هنا 2 اوفر 5 ينفع اخليك ديسامل؟ هنعمل تايمز 2 ابو داون. اكسلنت. يبقى انا دلوقتي اهو اكدت لنفسي قبل ما استخدم البن، انا هعرف ولا معرفش؟ طب يا مستر لا انا عايز اخليهم فراكشن. هنبتدي بقى نتعامل. انت فراكشن خلاص اركنك 0.8 ينفع يبقى فراكشن؟ ازاي؟ نعمله 8 over 10. اكسلنت. 0.3 ينفع اخليه فراكشن؟ 3 over 10. الله الله. يبقى انا دلوقتي
عندي تو ويز عشان احل المساله. انا حر اخليهم ديسيمال ولا اخليهم فراكشن. تعالوا المره دي نغير ونخليهم ديسيمال ونشوف هنعمل ايه. يا مستر ادي الهاف، انت عاوزه يبقى ديسيمال، فانت علمتني زمان تايم 5 ابو داون عشان التو بتحب الفايف، عشان الديسيمال لازم الدينوميتور يبقى 10 اور 100 اور 1000. اسمع حبيبي، يبقى 5 اوفر 10 ده 1 ده سوري 10، يبقى انا عايز 1 ديسيمال يبقى 0.5. تعال نكمل، هنروح للكوارتر. وانت علمتني الفور بتحب مين؟ تايمز 25 ابو داون. الله، ولازم يا حبيبي تقول قبل ما تمسك القلم وتحل، فبقى 25 اوفر 100. هنا 100 يبقى 2 ديسيملز، فيبقى 0.25. تعال نروح على لاست 1، 2 اوفر 5. يا 5 الله، انت بتحبي مين؟ ال 2 فيبقى 0.5. ممكن ما نتسرعش يا 5، انت بتحبي مين؟ يبقى هعمل تايم 2 ابو داون. نسمع، فتبقى هنا 4 اوفر 10، 10 1 ديسيمال يبقى 0.4. نسمع، بلاش نتسرع كده، خلينا اول نمبرز بقى ديسيمالز. اسمع بقى، هاجي اكتبهم تاني مع بعض بس بالديسيمال. الهاف بقيتي ايه؟ بقت 0.5. اسمع حبيبي ما تتكلمش وبس، وده ديسيمال هسيبه، والراجل ده بقى 0.25 بس، 0.325 بقت 0.4. خد بالك بقى، قبل ما اعمل الرينج لازم يبقوا سيم نمبر اوف ديسيمال. مش فاهم كلامك يا مستر، يعني الراجل ده 1 ديسيمال 1 ديسيمال، بس الراجل الجميل ده 2 ديسيمال، يبقى لازم كلهم 1 ديسيمال 2 ديسيمال 2 ديسيمال. ما نتكلمش بدون اذن، اجين دول كلهم ديسيمال، لازم يبقوا سيم نمبر اوف ديسيمال. يعني لو عندي 1 و2 لازم كلهم يبقوا 2 و3 يبقى لازم كلهم يبقوا 3. طب ازاي؟ بالراحه نتكلم، قول حبيبي. ابوت زيرو. الله، هنا 5. طب الزيرو في الرايت ولا في الليفت؟ الرايت. يبقى انا هاجل ده واعمل ايه؟ زيرو. يبقى ادي هنا كده فروم ذا رايت زيرو، فروم ذا رايت زيرو، فروم ذا رايت زيرو، فروم ذا رايت زيرو. فايه اللي بقى عندي؟ تعالى بقى نشوف. يبقى زي في الفراكشن ما بنخلي all denominators equal، في الديسيمال لازم يبقوا سيم نمبر اوف ديسيمال. نبدا بقى، هنقول له بص بقى يا مستر، انا عاوز ذا اوردر، يعني انا هبتدي ارتب، فبعد كده ابتدي اقول له انا عاوز مثلا ascending. يعني ايه ascending؟ smallest. طب ascending smallest، descending greatest او البيجر. انا هعتبر المره دي هشتغل ديسند عشان يبقى عملنا السند وديسند. ركز بقى، يا ترى مين هنا الجريتست؟ بص حبيبي هفكرك اهو، بص هنا 0.5 0.8 0.2. ايه ده يا مستر، انت بتاخد 1 ديجيت؟ ايوه، ببتدي بال 10th واعمل كومبير 10th 5 8 2 3 4. مين بقى الجريتست؟ اهو يا مستر، امسك فيه الايد. طب انت كنت بتاع مين؟ اهو، يبقى الفيرست بقى 0.8. باي باي. مين يا مستر بعد كده؟ 0.5. طب انت كنت بتاع مين؟ قال لي انا بتاع الهاف. بص بقى، يعني انا ما اكتبش ده، اطلع اشوف هو جه كان بتاع مين. ايوه هاف. طب افرض يا مستر نسيت وكتبتها 0.5، ولا يهمك، مع التدريب مش هتنسى. يلا، يبقى انا كمان باي باي خدت دي. يلا نكمل، مين يا مستر بعد كده؟ 0.4. استنى، اللي هي هنا اللي هي بتاعت مين؟ 2 اوفر 5. اسمع ما تتكلمش، روح انت اشرح يا مستر.
يبقى انا افرض نسيت وكتبت دي ولا يهمك، بقول تاني مع التدريب هتلاقي نفسك بتعرف تكتب ازاي. تعال نكمل. يبقى احنا كمان خدنا التو فيفس، ها يبقى احنا كنا فور 40، بعد كده 30. ال 30 دي بتاعت مين؟ 0.3. ذا لاست وان، فبقول اند. مين يا مستر اللي اتبقى لي؟ كوارتر اللي هو 0.25. ذا لاست وان هو يا مستر اللي كان مين؟ كوارتر. كتبت كوارتر، اكسلنت. نسيت وكتبت 0.5، انت حر. كل اللي انا عايز اوصله لك، اوعى تفكر ان الحاجه صعبه. بعد اذنك انت حاول اسمع دي وعيد حلها، اسمع دي اتفرج عليها وعيد حلها انا، ودي ودي كده. انا علمتك مره اعمل الرينج وكله فراكشن، ومره كله ديسيمل. بس الاول اشوف انا هقدر اخليهم ديسيمل ولا اقدر اخليهم فراكشن. All the best. Bye.